السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قاف والقاف، حرف القاف نفس الشيء بالنسبة لحرف الفاء، نقطتان من الفوق. حرف القاف، حرف القاف في أول الكلمة حرف القاف في أول الكلمة حرف القاف في وسط الكلمة حرف القاف في آخر الكلمة وحرف القاف أيضا في آخر الكلمة. إذا حرف القاف في أول الكلمة، حرف القاف في وسط الكلمة، وحرف القاف في آخر الكلمة. حرف القاف مع الحركات، مع الفتحة قا، مع الضمة قو، مع الكسرة قي. إذن قا قي قو، قا قي قو. بالنسبة لحرف القاف مع المد قا قو قي، قا المد بالألف وقو المد بالواو، قي المد بالياء، قا قي قو، قا قو قي. قلم، قمر، قطة، قنفذ، قميص، لقلاق، مقلمة، برتقالة، بقرة، ساق. إذن قلم، قمر، قطة، قنفذ، قميص، لقلاق، مقلمة، برتقالة، بقرة، ساق. هنا حرف القاف في أول الكلمة مع الفتحة، وهنا حرف القاف في أول الكلمة مع الكسرة، هنا حرف القاف في أول الكلمة مع الضمة، هنا مع الفتحة،
هنا حرف القاف في وسط الكلمة، وهنا حرف القاف في آخر الكلمة. هنا حرف القاف في وسط الكلمة، هنا حرف القاف في وسط الكلمة، حرف القاف في وسط الكلمة، وهنا حرف القاف في آخر الكلمة. بالنسبة لحرف القاف بالمد مع أمثلة، حرف القاف بالمد مثال قارب، حرف القاف بالمد بالواو عقول، حرف القاف مع المد بالياء حقيبة، إذن قارب، عقول، حقيبة. شكرا لكم وإلى اللقاء في درس قادم بحول الله.